أخونا عيسى هذا عنده في 13 سنة، يعني تشوفه طفل صغير كيما هذا اللي يحبس القراية، ما هوش يخرج برا، ما يقدرش ما يكون كي الأطفال العاديين الأخرين. يعني المرض هذا مأثر عليه ليل ونهار، يبات بسطر تاعو لدرجة وين ولا حتى أصحابه ما يشوفهمش خلاص. نطلبوا من الشعب الجزائري كامل يشوف الخونا عيسى هذا كأساس أنه خوه، والله كأساس أنه هو وليده، والله يعني رايحين يحسوا بش. احنا شعب جزائري شعب مازالت فيها رحمة، رايحين يحسوا به. ونظن المبلغ تاعو هذا اللي اسمه مش كبير بالنسبة لنا، كي نتكاتفوا كامل، كي نكونوا يد واحدة كامل، إن شاء الله نكونوا يد في يد، ونشوفوا الحالة تاع خونا عيسى هذه اللي راح نقدروا نصادفوها في أي جهة واحدة أخرى، في أي إنسان واحد آخر، أي طفل، ونقدروا نعاونوا يعني بالتضامن تاعنا بالروح اللي راهي تجمعنا كامل. أنا عيسى جحنيط، راني حاب نمشي ندير نأسس المستقبل تاعي، والمرض تاعي هذا وراح يزيد يأثر عليا، مطلوب منكم تعاونوني. أنا حاب نمشي، بعد ما رحت للترك عطاو لي هذه الفاتورة المبلغ 15,000 أورو، ونطلب من الناس تعاون. شوفوا الحالة خونا عيسى، يعني المرض تاعو راه غير يتفاقم، ومازال في عمره 13 سنه، مازال صغير، يعني المستقبل مازال قدامه، لما لا نحقق له الرغبة تاعو بالمشي وتأسيس مستقبل تاعو اللي مازال عنده، يعني ان شاء الله عمر مديد يقدر يعني يكون روحه بروحه بدون يعني دون احراج ناس واحد اخرين، اللي احنا نحقوها له ان شاء الله بالتكافل وبالتضامن تاعنا كامل مع بعض ان شاء الله. راني حاب نمشي، مطلوب منكم تعاون،